ستاد فوديل ستاد فوديل ستاد فوديل في مال الجمعة 21 الشعب بقوة في الشارع باختصار ما هو يعني انطباعاتكم على الجمعة تاع اليوم؟ صحتك الحمد لله مساء الخير. هذه الجمعة جمعة هي تأكيد على استمرار إرادة الشعب، هذه واحد. ثانيا على أن الشعب لن يتراجع عن هدفه الأسمى وهو تغيير نظام تغييرا جذريا. ثالثا هو رد سلمي متحضر على النظام العسكري البوليسي. رابعا هو إجابة بسيطة واضحة للسيد قايد صالح الذي زلق مزالق خطيرة في خطابه الأخير حتى أصبح يهدد ويخون. يا سيد قايد صالح، وظيفة الجيش ليست أن تهدد شعبها أن يهدد شعبه، وظيفة الجيش ليست التخوين، وظيفة الجيش ليس أن يخلق في وسط المجتمع أعداء. الجيش جيش الشعب وليس جيش السلطة وليس جيش النظام وليس جيش حزب وليس جيش جماعة وليس جيشك أنت وليس جيشي أنا. الجيش وطني شعبي، جيش جزائريين يا كاكاو ككل. هذا الشعب الجزائري يفرق بين النظام، عصب النظام وعصابات النظام، والجيش الوطني الشعبي. وهل تعتقدون أن النظام لما يخرج هكذا الشرطة بالآلاف والطرق في كل مكان ليحاصر وكأننا في حرب، على من تريدون إعلان الحرب؟ أتريدون إعلان الحرب على مجتمع مسالم يطالب وينادي بالتغيير الجذري، يريد أن ينتقل في الجزائر إلى مرحلة جديدة هدفه الأسمى هو إنقاذ الجزائر. إنكم بقدر ما تبحثون عن استمرار النظام وإنقاذه، فإننا والشعب كله نريد إنقاذ هذا البلد من قبضتكم، لأنكم والله العظيم الوجه الآخر للكولونيالية والاستعمار. إن الاستبداد هو الوجه الآخر للاستعمار. والشعب الجزائري، ألا تسمعون ألا تعون؟ الشعب الجزائري يقول الشعب يريد الاستقلال. هذه كلمة ثقيلة هذه شعب. أنا شخصيا والله ما كنت أتصور أن نصل إلى هذا الحد، بمعنى أن شعب يطالب باستقلاله، يطالب باستقلاله من نظام مستبد. أصبح النظام يتدخل في كل شيء، الجيش يتدخل في كل شيء، في السياسة، في التعيين على رأس البرلمان، في التدخل في القضاء، التدخل في الشرطة، التدخل في المواطنين، وها هم يتدخلون يا عجبا يا ربي حتى في شعارات الشعب. هيهم لا أعطونا الشعارات الأسبوعية أنشروها لنا على الفيسبوك وعلى الجرائد الوطنية، قولوا لنا واش نديروا. ما عجبتكمش كلمة مدنية وليس دولة مدنية ماشي عسكرية. هذا فخر لكم إنه كنتم وطنيين، أن الشعب يريد بناء دولة. هذا شيء عظيم، هذا وعي كبير، أن الشعب يريد بناء دولة. أما أنتم فتريدون فقط وفقط البقاء، الإبقاء على النظام. وفرق كبير بين الدولة، دولة القانون، وبين النظام المعسكري الأمني الذي قادته. نحن اليوم خارج عن الدستور، أين هو الدستور الذي تتحدث عنه؟ أين هو احترام الدستور الذي صممت يعني أذاننا به؟ رانا خارجين الدستور، ولكنكم بالرغم من ذلك وجدتم لهم فتوى داخل المجلس الدستوري، تمددون لبن صالح خارج الدستور، تتحدث عن القضاء، عن الإعلام، تتحدث في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء خارج الدستور. المعادلة ببساطة، وأسكت حتى أترك المجال للإخوان، معادلة ببساطة، النظام القائم لما أفشله الشعب في عهدته الخامسة لصالح بوتفليقة، وأفشل مخطط التمديد لمدة سنة لصالح بوتفليقة، لصالح عبد القادر المالي الشهير بعبد القادر المالي، ها هو النظام نفسه يبقي على خارطة طريق بوتفليقة ويمدد لعبد القادر بن صالح. بمعنى أن النظام هو ذاته لم يتغير قيد أنملة. فلا تقل من اليوم أنك ترافق الحراك، لأنك جزء أساسي من الثورة المضادة، أحزابا وشخصيات وإعلام ومخطط يسير وفق خارطة الطريق وأجندة عبد العزيز بوتفليقة. نحن في عهدة خامسة اليوم من دون بوتفليقة. ذهب بوتفليقة يتحدث في مكانه
عبد القادر بن صالح وأحمد قايد صالح. فهل تغير النظام في شيء؟ إن الشيء الذي تغير في الجزائر هو الشعب، إرادة الشعب، ثورة الشعب، وعي الشعب، وحدة الشعب، سلمية الشعب. ونحن نريده حوار بين الشعب والشعب، ولا نريده أصلا حوارا بين شعب وسلطة ونظام يرفضه رفضا قاطعا. الجمعة 21 مفخرة أخرى للشعب الجزائري، وأحييه هنا في كل مكان.